زين ما زين. إذا تباني أكلمها فأنا حاضر ممنون، وإذا تباني أسكت وما أكلمها وسد بوذي بعد حاضر وممنون، بس أرجوك أرجوك يا أخوي لا تتعب قلبي وقلبك. بس الحليل أكثر من هالتعب هذا، ما ظني قلبي بينسقم. يا أخوي يا معيو بارك الله فيك، الدنيا فرح وناسة، استانس، موسيقى، فن. إذا تبى تفرح تعال سوا. سعيد اخوي انا خجل، مشكلتي انا سعيد. انا يمكن اكلمك انت يا سعيد، لكن اورد واحد غيرك مقدار صعب. والحلال الزلي يربى درجة اولى. درجة اولى درجة ثانية تنادي. بارك الله فيك انت بني ادم. اسمعني اقول لك شيء، اختي بارك الله فيك بتحل مواضيعك كلها وبتخليك مثل الغراب بلبل. سعيد انا طايح بين بحرين بصراحة، بحر مالح وبحر مر. انت لا تتدخل في الموضوع، نحن يهمنا عندنا مواضيع مهمه. صحيح. ممكن تحصلي لها حرمه ولا لا؟ افا عليك، غالي والطلب رخيص من عيونك. تسلم عيونك. بس ها نبى حرمه، بنت ناس، بنت عرب، تعرف الاصول. مو قالوا لك يعني انا اجيب لها واحده من الشارع؟ بتشوف اللي تجيب، تقول حال الحلاوة خوزي وأنا أجلس مكاني. الله يهديك، أنت بتشوف هو كيف بيكون معاها. ورد محمدي. ضحكتيني تعجبيني. هي الريال يبقى حرمة حلوة طيبة تخدمه. هي برأيك أنت كيف تتناقشوا في موضوع عمي معيوف؟ بصراحة أنتوا هامليني، صرت مهموم وحتحاس وما على الباب. أي حساس يا ريال، يجلى حساسية من كلامك. أصبر، موضوعك يباله شوي طولة بال، أصبر شوي. المهم طمنا يا سعيد، وقول له يصبر علينا أسبوعين وبجيب له أحلى وحدة. هكذا باي. بصراحة سعيد مخجل منك،
يعني فشلان. انت صديق وحبيب وغالي بارك الله فيك. واختي سلمى بصراحه تسلم عليك سلام كثير وما عليك، تقول مشكلتك اسبوعين وبتخلص ان شاء الله. ما دام انها اسبوعين بدي حلال بنصبر، ما نقدر نقولها الا تحت امرها. مثل ما انت بتعرف يعني هذا الموضوع حرمة رمى سيارة. ادري ان بارك الله فيك حرمة، كنت اول واحد تعرس في هذه الدنيا. اسمعني بارك الله فيك، نحن عندنا حرمة مندورة، حرمة حرمة زينة حلوة، يمكن بألف، وإذا ما حصلت بألفين. ألفين ريال بس؟ ما تمش تلف والدحلال. أنا أخوي سعيد ترى أكثر من كده ما أقدر أصبر. وبس روحي روحي أشوف نفسي مرة ميت حي. ميت حي؟ يا ريال يا ريال بارك الله فيك، كلام ما تعرف تتكلم، شنو بتعرس؟ اسمعني اختي سلمى، ندورت لك حرمه، حرمه حلوه صغيره، سن جميل حلوه وايد وايد وايد، بس اصبر وان شاء الله نصفك الثاني بتحصله. مشكور مشكور يا سعيد اخوي مشكور. واذا جبت هذه اللي في بالي اجيب لك زميد الصح مال بونارينج ما مهلبي. اذا هذا كلامك بنقيض دبا وبنشوفهم كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، نزقتيني. وليش تسمي علي بسم الله؟ شو شايف جني ولا شيطان قدامك؟ انت وين والشيطان وين؟ واعوذ بالله من الجن وين؟ اترك عنك الجن والشياطين، قل لي عقلك وين؟ وانت يهمش عقلي يكون وين؟ أنا ليل ونهار أفكر فيش. كذاب شمس، أنا ممكن أكذب على ألف زبون لكن عليش انتي مستحيل. وليش ما تقدر؟ تحرقني بقلبه البارد. حصل ممكن توقف عند حدك وتسكت؟ شمس انتي لو تامريني اني بقص لساني قص ما أوقف عند حدي وبس. وإذا قصيت لسانك بعدين كيف تكلمني؟ بالإشارات أو بالكتابة الهيروغليفية، المهم إن نكون مع بعض. بمشي. فين سيرة؟ بسير عند أبوي آخذ ما عنده فلوس. حلو أبوش أنا أعطيش. خلي فلوسك عندك لما تصير زوجي بعدين بأخذ فلوسك. شيمة لا تقولي هذا الكلام، نعم أموت أنا، فديتش أنا، روحي أنا. والله ما حد هالكني أنا غير أبوش. أبوش قابل للتصلع نعم، ولا نتفة شعر في راسي أنا نعم. يا سعدي أنا الليلة، يا فرحي أنا الليلة، يا سعدي. ولو ألو 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 سلامو. يا معيوف معيوف، وين معيوف؟ اليوم المكان خالي، شو السالفة معيوف؟ يا معيوف يا سلام يا معيوف، من بد الفكر اللي طرت على بالي، طرت على بالي فكرة وإن شاء الله تنجح 100%. سلامة؟ اي نعم سلامة، انت الانسان الفنان، انت الانسان الوحيد، انت الانسان العاقل اللي يقدر ينقذني ويساعدني. اي نعم. ايش ينقذش ويساعدش تو انتي؟ انت متأكد اني قصدتي انا؟ اي نعم انت، انت يا معيوف انت البطل، انت اللي بتساعدني في مصيبتي. سلامة انا ما اعتقد ان انت في مصيبة، انت بتحلال تقدر تسوي مصيبة في 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 مصايب. وبعدين انا ما سوبرمان عشان نقدر من مصيبتك انت. ها انت متأكد ان انا تهرجيني انا ولا حد غيري يعني؟ الله سوبرمان، انت سوبرمان، حسيني سوبرمان يوقف قدامك انت يا عزيزي يا بعد شبتي.
أحسن واحد يسوي الشاي. مجند يصح أبوي صح بعد مو غيره. أنا أقول لك طال عمرك في وحدة رفيشتي مسيتشينة قاعدة تنسى وتبي شاي وتقول ما في بالدنيا غير شاي معيوف. جيب الدلة ونجس الدلاعي. والله والله وكسبتي هالمرة يا سلامة. قدرت أنفذ الفكرة. تو معرض هذا الدال هنجم مسلت أبوي انتوش الدلوحي بجيب لش عليها ها متروس على عينها وبالهنا والعافية. وي مشكور وما قصرت ويا العيني ما تبكيك أنا ليل نهار ليل نهار أدعي لك عسى الله يوفقك ويخليك ان شاء الله. اقول اخذ بيزاتك. لا 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 انا غوازي ما اخذ على حرم حامل. نبغى اجر من رب العالمين ما نبغى اجر. خطفت عن وجهي ومشي في دعبش. تصدق عادي يا معيوب الحامل هذه يوم انها تشرب الشاي الحين ايش قدر تدعي له. بعدين في شغله مهمه لازم اقول لك عليها. الحامل هذه عندها ثلاث خوات وكل واحدة فيهم تقول الزود عندي. كل واحدة فيهم فص ألماس وبعدين أعمارهم مناسبة مع عمرك. اللي عمرها 42 واللي عمرها 45 واللي عمرها 48 يا الله إيش حالاتهم. وكل واحدة منهم تقول للقمر غيب وأنا قاعد مكانك. إيش رأيك يا معلوم؟ قلت لي الثلاث؟ لا ربع درزة. وإذا لك خاطر بختار لك أحسن وحدة فيهم تدير بالها عليك تنظف ثيابك تنظف البيت. ها إيش قلت؟ والله حيرتيني يا سلام. أنا يا معيوف باكر أجيب لك الصور ونقي لك وحدة منهم عسل وأعتقد ما يضرك شيء. تروح حيرتيني هالمرة. إنزين بشوفها في الصورة بس عبتشوفها في الكلام. الكلام هذا السر بيني وبينش لا يطلع. أختي سلمى مو تسوين خير؟ إيش تبغى؟ أشوف الساكتة. تراني مشغولة ولد حلال قاسة أطرش بلوتوث حال صديقتي. حد يطرشي بالتليفون بلوتوث طرشي بالأتاري. أنت مدرك يا أخي. خليك شغلك خليك شغلك. سلامي مثل الشهر. كيف عرفت أني أنا بتزوج؟ عجيب أكيد أكيد عندها الحس الثاقب. يا ولدي ليش زعلان؟ أنا حزين. ما حزين؟ أبغى دواء علشان أعالج حزني. سير الصيدلية واشتر لك دواء مال فرح. وجرح الحب دختر ما يفيده ولا مرهم ولا دواء الصيدلية. يا ريت يا خالي لو يبيعه في الصيدلية. يا ريت يا ريال. أذيت أمك أنت إيش تبغي فيها؟ ما تشوف أمك مشغولة تكلم العالم. أنا إيش علي من العالم؟ عالجوني يا ناس عالجوني. وإيش هو علاجك يا غناتي؟ أمي لا تدوري حال عمي مهيوف زوجة إلا إذا وافق على زواجي من شمس بنته. اقتراحك مرفوض. دور شيء غير هذا وايد صعب. آه ما يصير يا ولدي يا سالم. صبر شوية على بنية مالك لا مستعجل. إذا ما استعجلنا بتروح عني. أنت الحين روح غرفتك وارتاح وخلي الموضوع كلين بعدين. ما أنا سمعت قصص كثيرة عن ناس حبوا وقنوا. يعني أنت ناوي تسوي مثلهم؟
ناوي تجن خالي. الجنون ما يقلدوا فيه، الجنون مرض يصيب الواحد فجأة بعد حب يابس وعنيف ويهز القلب هز مثل سيف العافي ويصير عقله خلطبيطة من داخل. خلطبيطة خلطبيطة خبيصة هريسة، يعني انت تحبها. اسمع مني، تاخذ حبها وتحطها في طاسة. ما يصير اخلي حبها في طاسة؟ صدقته يا ولدي، حقول الحب يحطوه في طاسة، لكن لا يكون انت بدا فيك الجنون. انزين شوفوا لي الحل يا جماعة، شوفوني. يعني انت تحبها تبجن؟ والله نعم، الجنون واصل الى شحمي. لا لا يا ولدي، انسى الموضوع الحين، نناقش بعدين. امي تخطبيها حالي؟ من عيوني. لا لا، ما من عيونش، من عند ابوها. سمعته؟ سمعت وشفت عيالي اليوم طبايعهم بلوة. هذيل اللي قلتي عنهم حطيهم في صوب مديرة المدرسة. هي أبغى صورتها إذا تبغى تعرس. لا 45 زينة، ما كبيرة. واو ممتازة ممتازة. بس الله يخليش، أبغى صورتها اليوم العصر. اتصلي فيني وأمر عليش. طيب يلا مع السلامة عزيزتي، حياش الله، أنا في انتظار تليفونش. حياش معيوف، يستاهل كل الخير، يبغى له واحدة زينة تخدمه طول عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت لابس سلام مقدر تفريك مرض ماجية ما تنش حلم عودة او شبيك احتراك يا ضحك معاك. شوف شوف يا معيوف تمنقل، شوف الصورة هذه عمرها 42 سنة. والناس تتكلم عنها بكل خير. ما فيها شيء من العيوب؟ لا تورطيني يا سلام مثل هذا الزواج في مستقبلي إذا باقي لي أنا مستقبل. طيب الاسم وخلصنا منه. مواليد 10/7/1959. الوظيفة مساعدة مديرة مدرسة ثانوية. ما شاء الله. انزين، والخبرة عندها 25 سنة، ما شاء الله عليها. هذه الخدمة الله يبارك، خدمة طويلة عندها. وعايشة مع أخوها. بعد معي هذه المواصفات ممتازة بصراحة.
حيا الله اختي. مرحبا اخوي سعيد. يا هلا. تعال انا سالت انت. انت اللي انت الساعه 9 2 حال مو شافع عمرك كذاك الله يديك كلك تعب. شوف كيف يا عيال. شو اسوي اختي؟ ترى اليوم الخميس بارك الله فيك والعالم مليانه وطلب على التاكسي. قلت انا ادبر لي كم بيزات استفيد شويه وباكر الجمعه ارتاح. الله يريحك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. لكن تعال انا ما قلت لك. ها. حصلنا حرمه حال معيوف. قول اينون. اينون. مساعده مديره مدرسه ثانويه. افا افا عليك افا عليك اختي. الدورين مساعدة مديرة حق واحد بيع قهوة. ما الله يهدي. الحرمة عاد عمرها 45 سنة. 45 سنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حرمة هذه متعلمة وهذا جاهل ما يفهم أي شيء. يا إنسان قنالة. العوانس كثرا في البلاد مالك الله يهديك. كل بيت فيه 4 و5 عوانس. وبعدين الحرمة ما تبغى غير ستر الله يهديك والزواج ستر حاله. انا معاك في هالكلام. بي في تفاوت فكري رياضي ثقافي اجتماعي. يعني مو ممكن تتزوج مثل واحد هذا عنده قهوه. حال ما يستوي الله يهديك يستوي. الحياه معلمتنا معين وفاهم ومتعلم واذا في غلط بتصلحه. وين تصلح فيه؟ شو بتصلح؟ لو هاي سياره كان تصلحك. هذا ادمي وين هاي تصلح؟ المهم انت ما تكثر في الكلام الله يهديك يا اخوي يا سعيد. اسمعني. انا اعطيك الصوره والمعلومات وباكر ابغاك توديهن حال معيوف في القهوه. زين؟ حاضر يا اختي. بس هذا الموضوع ما يعجبني. سالم وش تسوي؟ الله 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 بالخيرات والورد والياسمين. انا وحدي ما مصدق عيوني. الا وتصدق توني جاي من عند الوالد. ايش فيه ابوش؟ بقول لك شيء بس ما تخبر حد. بيني وبينك وعد. عاليش انا وبيني وبينش اسرار احطها في البحر واغرقها. خبريني ايش عنده ابوش؟ ها وقوي سالم ولدي مالك؟ ايش فيك؟ لا يكون يني شفته ولا شيء شافك. اتكلم بوش عنه. ايش فيني؟ لا يكون بس ينيت. العالم صار جنب مني. عمي سعيد عمي سعيد اعطيني ريال. اي ريال بارك الله فيك. فضحتي قدام الناس. نحن في ملكه. ملكه زين. طينه حلوه وبعدين طينه ليه. يوم وضوح عمي معيوف ترانا احنا ودعنا الجماعه
وقيلة مبارك لك. اي نعم، الله يبارك فيك ان شاء الله ويعطيك الذرية الصالحة. بس راح اسعيك وانت ما تحسبتك انك تتعنى لي وبدي تبارك لي في حالتي. افا عليك، افا عليك يا معلوم، انت اخ وصديق وولد الحارة، لازم اوقف وياك في هالمواقف. مشكور اخوي سعيد، اخوك سعيد اخوي يسلم على يسلم الله، ولو اني عارف ان هذا فلان علي بس ما يقول فاني برد عنان وان شاء الله براضيها وقولها معيوم واجد واجد فرحان. وبعدني بخطب عليها ان شاء الله البيت وبراضيها. البيت بيتك يا معيوم، يا مرحبا فيك، واذا ما شلك البيت شلك عيوننا ان شاء الله. احسنت اخوي احسنت. مبروك عليك عاد المرة الثالثة. ربي يبارك فيك. وانا اقول لك عمي معيوف مبروك عليك المرة الرابعة. تفضل يا سعد. يلا بالاذن. ورجال ما يقولوا لي اربع مرات مبروك، مو حوشنا تجيب شكون اربعة. بالشمس هلا بالانوار كلها. اقول لك الجماعه اول صباح يجون بارك الله يهديك، كان سويت لهم الريوخ وجلست. اقول لك ذاك ما عمي معيوف؟ هذاك ابوي. ها؟ مالك ذاك؟ كنا شكله كنا مغيب. ما اعرف. ها؟ هذا شكله راح بيت سلامه. لا تسوي له مصيبه، خلينا نلحق ابوي. لا الله بل الدكان واتصل بالوالده. لحظة ما حولك. ألو؟ أيوة ما لحقينا في بيت سلامة، أنا جاي منك. الرجال بتغير عيونه حمراء طايرة، وش عنده؟ هذا كنا خايف، هذا متزوج حرمة ولا؟ من عند الباب؟ وش هالباب؟ أقول لك أنا معيوف، لا مش كده معيوف، أنا معيوف. معيوف؟ ما معيوف؟ We'll be right back.
الموسلامة، ما تنسى الموسلامة، ما تنسى الموسلامة.